مستشار مرتضى منصور اتكلم النهارده في البيان اللي نزله في كلام مهم قوي. الكلام ده انا قلته كتير قبل كده واتكلمت معاكم كتير لما كنت بقول لكم ما ترموش الفوطه وقفوا ورا الاداره حتى لو كانت غلطانه، وهقولها لك تاني عشان لو انت لسه داخل. اداره الزمالك السنه دي عملت اداء كارثي، اداء كارثي. حلو حلو. ولكن النهاردة المستشار مرتضى منصور بيعلن ان كان في مساومة، كانوا بيساوموه مين اللي كانوا بيساوموه معرفش، ان كان في مساومة عشان خاطر تقسيط غرامة كهرباء، وعشان خاطر اللي يعتذر لمحمود الخطيب، وعشان خاطر القضية بتاعت نادي القرن اتنازل عن الثلاث حاجات دول او اعمل الثلاث حاجات دول وما تتحبس، وغرامة كهرباء تتقسط على 5 دفعات بحيث تبقى كل دفعة 500,000 دولار، 500,000 دولار. طبعا مرتضى منصور رفض، وعشان كده الراجل بيقول لك انا اتحبست شهر، وانا الكلام ده قلته كتير. في ضغوط على مرتضى منصور جامده، اه ماليش دعوه بقى بالقرارات اللي بياخدها، ولكن في ضغوط عليه، اه في ضغوط عليه، في ضغوط جامده عليه. فهو الراجل طلع اعترف بالضغوط دي وقال لك كان في ضغوط عليه. نيجي بقى لابو الكهارب الهارب، نفس الكلام اللي كنت بقوله على مرتجي وعبد الحفيظ، نفس الكلام اللي كنت بقوله عليهم هقوله على كهربا. دول بيخاطبوا جمهور، انا اسف والله انا اسف، ولكن هو مش كل جمهور الاهلي، في جزء من جمهور الاهلي بيسموه القطيع، يعني القطيع اللي هم بيامين على اي حاجه. نفس الخطاب اللي سيد عبد الحفيظ بيتكلمه ومرتجي بيتكلموا وبيقعدوا يكذبوا، يعني مش بيكذبوا، بيقولوا اكاذيب ومغالطات تاريخيه ما حصلتش. طالع النهارده كهربا بيلعب على نفس العقليه، هو حافظ، هو هي العقليه دي بتيجي كده، هي العقليه دي بتيجي كده. النهارده كهربا طالع بايه، بالواد بقى ايه، واد جامد قوي، بيقول لك لو خيروني، هو طبعا كان طالع مع رامز في البرنامج التافه، البرنامج الفاشل، المسرحيه البايخه اللي كلنا عارفين انها تمثيل، وانا اصلا ما شفتوش، يعني انا ده كله النهارده شفته على السوشيال ميديا. انا بتفرج على المسلسل الكبير قوي، انا ما اتفرجش على القرف ده والتمثيل والضحك على الناس. ولكن النهارده عرفت ان بيقول كهربا ايه، بيقول لو خيروني بين الاعتزال واللعب للزمالك سوف اعتزل. ما انت هتعتزل، يعني ما انت هتعتزل يا روح والديك هتعتزل لو ما دفعتش الفلوس. وبيقول لك رامز بيقول له طب كنت بتقول ايه مع الجمهور بعد ماتش الزمالك؟ فكهربا بيقول له كنت بقول اوف اح كهربا عقده صح. فرامز بيقول له بجد قول الصراحه. ده رامز جلال مش مقتنع، رامز جلال مش مقتنع ان هو بيقول عقده صح. حلو. فكهربا بيقول له ايوه وقلت كده قدام لجنه الانضباط. فرامز بيقول له رحلت ليه من الزمالك؟ كهربا بيقول له عقد انتهى مع الزمالك، وبيقول له اعتذر لجماهير الزمالك عن كل شيء، ومشكلتي كانت مع اشخاص وليست مع نادي الزمالك. اولا الكهربا بيستميل جمهور الاهلي اللي بياكل اي حاجه، جمهور الاهلي تحط له اي حاجه ياكلها، بيبلع اي حاجه، هو جمهور انتوا عارفينه، يعني وانا بقصد الغالبيه، ما هو يعني في ناس محترمه طبعا. الحاجة التانية موضوع لجنة الانضباط، ورامز بيسأله بيقول له قلت ايه في مع الجمهور، تصدق افتكرت ان في عقوبة كهربا ما طلعتش لغاية دلوقتي؟ تصدق مفيش عقوبة كهربا؟ تصدق ان لجنة الانضباط والمستشار المحترم الشرباجي اطلق تصريحات مع المصري اليوم قال لهم بعت العقوبة بثمان مباريات لاتحاد الكرة؟ تخيل الاتحاد المرتعش لغايه دلوقتي لسه ما خرجش عقوبه كهربا.
طب تخيل ان رابطة الأندية ما طلعتش عقوبة على الاهلي بعد الانسحاب. طب تخيل ان هيحصل الفترة اللي جاية التلات شكاوى اللي الزمالك قدمهم في خالد مرتجي. سيبك من شكوى النيابة دي ممكن تمشي بصراحة، النيابة يعني تحترم بصراحة، ولكن الشكاوى التانية بتاعت الوزارة وبتاعت اللجنة الأولمبية هيكون مصيرها ايه؟ نفس مصير عقوبة كهرباء في لجنة الانضباط، نفس المصير، لان انت عايش مع كيان اهلاوي 100%، عايش مع دعم غير طبيعي لهذا النادي، وانا طول ما هذا النادي بياخد دعم انسى ان يكون عندك منتخب مصر، انسى. وانا مسؤول عن الكلام ده، طول ما انت عندك مؤسسات بتدعم هذا الكيان انسى ان يكون عندك منتخب. تقعدش بقى تهري كتير، تقعدش تهري كتير. فاتوقع ان شكوى مرتجي مش هيتبص فيها لانه مش مرتضى منصور. لو مرتضى منصور يلا، او لنادي طب لو امام عاشور في لجنه الانضباط وراحت لاتحاد الكوره، امام عاشور 12 ماتش لب، طب حقق مع امام عاشور من غير تحقيق، يلا بسرعه قبل ما حد يشوفنا، زي اللي بيسرق سريقه، 12 ماتش يلا قفل يلا. طيب شيكابالا 8 مباريات عشان قال له انت اهلاوي، بسرعه طب حقق معاه، لا يلا بسرعه يلا، وقف 8 ماتشات اجري يلا. طب الاهلي يا عم قوم، يا عم قوم، كرامه، وفي لعيب شتم جمهور ولجنه الانضباط طلع، بس ابني مريح شويه بقى، الواحد بعد الفطار جسمه بيتقل. تقولي لي كوره، اتفرج على منتخب المغرب وتحسر، اتفرج على منتخب المغرب وتحسر، وقول يا بخت الناس دي عندها كوره واحنا عندنا ننوس. نعمل له كده ونديله الرضعه، يلا يا بيضه يلا يا حلوه، ده قرف والله العظيم، دي مش كوره. محدش يستظرف يقول لي دي مزيكا، ده قرف والله العظيم. سعدت جدا بيكم، وما تنسوش بقى الدعم المستمر اللي بننتظره اكيد من حضراتكم. ان شاء الله دايما هنتقابل على خير وصحه وسعاده، وخلونا